أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن يجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه نحن أعلم بما يصفون.
يحضرون حتى ومن يدع مع الله إلها
إذا خاطبهم الجاهلون
Thank you.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المؤمنين المنيبين المتقين، ونشكره شكر العارفين به، نستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا واستاذنا واسوتنا محمدا عبده ورسوله كامل النور المرفوع ذكره في التوراه والانجيل وكذلك الزبور. اللهم صل على هذا النبي الكريم الذي اذا تكلم يشفي الصدور، صل عليه يا ربنا وسلم عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى لقاء الله رب العالمين. أما بعد، فيحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الصرصارون والمتشدقون والمتفيقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الصرصارون والمتشدقون، فمن المتفيقون؟ قال: المتكبرون. والعلماء يقولون بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أكد وركز على نوعين من الأخلاق، بمعنى ركز على جزئين من أنواع الأخلاق، أخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة، وكل واحدة ذكرها، كل نوع ذكره. لكن العلماء يقولوا من أمهات الأخلاق الصبر، بحال الخمر، كنقول مثلا الخمر أم الخبائث. علاش أم الخبائث؟ لأنه وقت ما كيسكر الإنسان يقدر يدير أي حاجة، بحال شي أم كتولد واحد الأم واحد الأم اللي هي أحبس منها وأشد منها خبزا، ولذلك الصبر قالوا عليه أم الصبر أم الأخلاق. هذا الصبر باش ما نطولوش عليه بزاف، غادي نحاول غير باش نختصر هكذا. هذا الصبر هذا اللي لو أن الأمة كلها عرفت حق الصبر غادي تعيش في سلام وفي أمن وفي تآلف وفي محبة وفي مودة. لو أن أي أهل الحي عرف معنى الصبر، شي كيصبر شي، وبالله تعيش الناس في أمن وسلام ومحبة ووئام وإخاء إلى آخر ذلك. لو أن العائلات عرف معنى كلمة الصبر، البشر كله غادي يعيش في مأمن، وغادي يعيش بمعنى واحد عيشة سعادة اللي الله سبحانه وتعالى كيرضاها. ولكن شحال من واحد تيقول له انت عندي مشكل، فاش كتقول له اصبر تيقول له اصبر كيصبر. علاش؟ لأن الله ما عرفش إلا معنى الصبر. الصبر في اللغة وهو الحث أو المنع. صبرت بمعنى حبست نفسي في أو عن أو داخلة أو بين. والصبر هو الجلد. ما معنى الجلد؟ وهو الصبر الشامل. فكيف تصبر الإنسان؟ تلقى راحته لا نفسانيا ولا بدنيا ولا في علاقات اجتماعية ولا في أي حاجة. هذا ما يسمى بالجلد. بارك الله فيك يا بركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين. لأن الموضوع طويل وقال لي دعوة الوالدة عافاك، لأن الوالدة الله يجزيها خير شيء.